وينضم إلينا من طرابلس للحديث عن انعكاسات التقدم العسكري لحكومة الوفاق الليبية على قوات حفتر في طرابلس على المشهد السياسي في البلاد، سيد جمال عبد المطلب المحلل السياسي، مرحبا بك معنا. أيوة، يا أهلا وسهلا. أهلا بكم. فايز السراج رئيس حكومة الوفاق يؤكد أنه لا تراجع في المعارك حتى طرد جميع الميليشيات، إلى أي مدى يعكس هذا التصريح صلابة في موقف حكومة الوفاق؟ هذا يعبر عن أن القرار حسم، يعني بعد الانتصارات التي توالت على مدن غرب ليبيا ثم قاعدة الوفاق و مدينة ترهون التي كانت تمثل مركز القيادة وتجمع قوات المرتزقة من الجنجويد ومن الروس، وهناك تكدس لأسلحة، هناك مخازن أسلحة في ترهون، هذه المدينة المجاورة لطرابلس، ثم الآن حسم الأمر، والآن المعركة أصبحت بدأت يعني على مشارف مدينة سرت لتطهيرها، وحدثت يعني السيد فايز السراج اتصل بالقادة الموجودين في منطقة مصراتة وفي على مشارف سرت وطلب ونسق معهم وأمرهم باستمرار تطهير هذه المنطقة وتحريرها ثم تحرير قاعدة الجفرة الاستراتيجية. نعم. ماذا عن المبادرة الروسية؟ ما أوجه اعتراض حكومة الوفاق عليها؟ ولماذا أتت في هذا التوقيت؟ المبادرة المصرية. نعم. أم الروسية؟ نعم، المبادرة المصرية. أولا مصر للأسف الآن النظام المصري والغ في دماء الليبيين، وهو اللي خلق قصة حفتر وطاف غير محايد وكبت للليبيين جميعا ولحكومة الوفاق وللعالم وتقارير من الأمم المتحدة أن مصر تدعم حفتر بالذخيرة وبالسلاح وبالإعلام وبالسياسة، وبالتالي طرف غير محايد يعني، ومرفوضة المبادرة هذه شكلا وموضوعا وكلام مضيع للوقت. ردت حكومة الوفاق قالت لا يعنينا هذا الهراء والكلام، حكومة الوفاق ترى أن قوات حفتر يجب أن السيسي يجب أن يقنع حفتر ومن معه بأن يرجع من حيث أتى إلى بنغازي إلى شرق ليبيا وإلى الرجمة ويسحب هذه القوات، ثم من بعد ذلك تحدث محادثات سياسية وتقل مبادرات، ولكن المبادرات تكون من المجتمع الدولي ومن دول محايدة وليس دول شاركت بالاعتداء على طرابلس. حقيقة النظام المصري كان يدعم حفتر جهارا نهارا بالطيران، ضرب أسلحة ذخيرة، وبالتالي هذه المبادرة ولدت ميتة. نعم. لم يلتفت إليها يعني. نعم. أمام هذه التطورات ما مصير اتفاق صخيرات، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي قال إن أي مبادرة يجب أن تشمل جميع الأطراف دون استثناء؟ نعم، أنا في تصوري أن اتفاق صخيرات ما زال هو المرجعية، بأن أولا أشرفت عليه الأمم المتحدة وباركته الدول العظمى وحضر فيه جميع الأطراف، غالبية الأطراف والأطياف الليبية والأحزاب والشخصيات، وهذا هو يعني هذا هو أفضل ما هو موجود وما زال شرعيا، وبالتالي أي مبادرة يعني لابد يشترط فيها أن تكون المرجعية لحكومة لمؤتمر الصخيرات رقم واحد، رقم اثنين يكون بعد خروج قوات حفتر من المنطقة الغربية والجنوبية، نقطة ثالثة حفتر أصبح من الماضي قولا واحد، عسكريين وسياسيين ونشطاء ورأي عام في طرابلس وفي غالبية ليبيا أن حفتر ارتكب الخطيئة والخيانة وتسبب في قتل الآلاف من الطرفين، يعني المسماري الناطق باسم قوات حفتر من شهور اعترف بأن قوات حفتر فقدت 7000 مقاتل. نعم. بالإضافة الذين قتلوا في منطقة طرابلس وفي المنطقة الغربية، بالإضافة إلى وجزء كبير منهم مدنيين أباء وأطفال ونساء وحتى البهائم لم تسلم من هذا الهجوم،
لديهم به حفتر مستعينا بقوات هل أجنبية. تتوقع سيد جمال أن تسيطر الحكومة حكومة الوفاق على سرت قريبا؟ نعم نعم هل تتوقع أن تتم السيطرة على سرت؟ نعم. وماذا يعني نعم. هذا؟ متوقع أي متوقع أن تتم السيطرة على سرت، بالرغم من أن معارك مع يعني معارك سرت وتحرير سرت تكون أصعب من المعارك السابقة. لماذا؟ لأنها مجاورة للمنطقة الشرقية. الآن قوات حفتر عندها دعم وعندها يعني قواتها قريبة رغم أنها فرت، وسوف تتمترس تحاول أن تصد قوات حكومة الوفاق قدر الإمكان. لماذا؟ لأن حكومة الوفاق لو حسمت المعركة في سرت وحررتها تكون الخطوة التالية هي منطقة الحقوق الأمريكية، وهذه منطقة حفتر ومن معه من سيسي وإماراتيين يتمسكون بها لأن فيها البترول وفيها يعني منطقة مهمة جدا من ناحية الاقتصادية. شكرا جزيلا لك سيد جمال عبد المطلب المحلل السياسي، كنت معنا من طرابلس.